يعني الحمد لله عملنا كذا براند. زينوكس ستينلس وماستر ده الجرانيت والسيراميك. لا بس هنا في نقطه برضو مهمه جدا حابب ان احنا نتكلم فيها بالراحه، ان انت من وقت 2011 كنت بتقولي لحد 2011 كنت اربع مصانع بس. مظبوط. وفي الوقت ده معظم الناس كانت مش عايزين يعملوا اي حاجه، او اللي هو استنى لما يشوف البلد هتحصل فيها ايه علشان يشوف هيستثمر ولا لا. فانتوا ما شاء الله كان قلبكم جامد، ومن 2011 لحد النهارده بقيتوا 10 مصانع. يعني انت وقت الازمه انت ما رجعتش لورا، بل بالعكس انت زودت. صح. يعني هو زي ما حضرتك تفضلت كده كان فيها قلبي جامد شويه طبعا، وكان فيها يقين ان شاء الله الدنيا هتستقر قريب، وان يعني كان لابد ان يحصل ثوره صناعيه في البلد، وده اللي حاصل الحقيقه دلوقتي. فكان لازم ان احنا نبقى سباقين بالحكايه دي. ومع الوقت الحمد لله يعني اتضح ان احنا يعني كان عندنا شويه بعد نظر كده، وبتوفيق ربنا يعني طبعا. وده يعني بان في الناس اللي يعني they followed بقى، يعني الناس اللي عملت بعد كده مصانع في نفس المجال. تعرف ان في وقت الازمات يعني الالبوم بيبقى جامد وبياخد في كميه فرص، اي ازمه طبعًا في الدنيا طبعًا في كميه فرص اكتر وقت يعني بيبقى فيه فرصه لوقت الازمه يعني. طيب في حله انت بيتقال عليها جرانيت، فالناس برضو بتسال هل هي فعلا مأمونه من الجرانيت بجد، ولا جه منين الاسم، ولا والله يعني السؤال ده بيتسال لنا لحد النهارده الحقيقه. لا هي البيز بتاعها الومنيوم، ولكن مطلي يعني هو نوع طله بيتسمى جرانيت، لان هو واخد الايفكت بتاع الجرانيت بيبقى شكل الجرانيت، لكن هو مش جرانيت يعني. لا 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 يعني الواحد اشتراه وبيقول لك فين الجرانيت اللي لا هي الومنيوم ومطليه اللي هي السيراميك والجرانيت والتفلون، كل دي انواع طله مختلفه يعني. حلو قوي. طيب ممكن برضو محمود تكلمنا كده عن المنتجات باختصار، لان ما شاء الله منتجات كثيره قوي. احنا البدايه كانت بالزنوكي اللي هو الالومنيوم اللي احنا بقى اتربينا عليه كلنا. حلو. وبعد كده عملنا تروفال اللي هو كان سنه 98، ده تفلون كوتد الومنيوم برضو يعني. وكان في النص بقى كده صناعات مكمله، صناعات مغذيه زي الغطيان والايادي وال والاكسسوارز كمان تعملوها. بدانا نعمل كده، الكلام ده احنا بداناه من 2004، والنهارده يعني ده بقى اتجاه، يعني خليني اقول لك ان ده بقى اتجاه في مصر، لان دي كانت مشكلتنا في الفترات السابقه كلها حكايه الصناعات المكمله والصناعات المغذيه اللي بتضطر تستنى برضه وتستورد حاجات عشان تعمل. النهارده بقى الاتجاه في مصر ان احنا بقى في التكامل ده بقى ابتدى يظهر يعني. طب انتوا تقريبا بتستوردوا بنسبه كام؟ يعني منتجاتكم بتستورد بنسبه كام وحاجات مصريه بنسبه كام؟ ولا معتمد؟ يعني كل براند ليه ظروفه اكيد. الالومنيوم موجود هنا، الالومنيوم الحاجات اللي كلها البيز بتاعها الالومنيوم. الحاجه الوحيده اللي نسبه الاستيراد فيها عالي شويتين الستينلس طبعا، لان الستينلس ما بيتصنعش هنا، صناعه كبيره جدا محتاجه استثمار عالي جدا، استثمار يعني استثمار دولي يعني. طيب باشمهندس محمود في كمان حاجه في قصه كده على بايركس، وان انتوا بتصنعوا حاجات ليها، وفي البدايه كنت انت رافض. مظبوط. ومش عاوز تعمل كده ابدا. وباباك هو اللي قال لهم ثانيه واحده يا جماعه اقنعني واقنعك وبقيتوا تعملوا كده. انا كان هو اقنعك ازاي؟ لا هو اقنعني بقى بطريقته يعني بيدلك بواحده كده في بصه كده بيدلك بواحده في بايركس كده في بصه كده خلاص اقتنعت يعني خلاص. بس فعلا انا كنت المبدا يعني ككل انا كان عندي مشكله فيه شويه، لا احنا نعمل حاجات، لا انا مع يعني انا معتز بالاسم يعني، هو جاي من حته الاعتزاز بالاسم اللي اتبنى في ال 50 سنه اللي فاتت دي. فكنت يعني المبدا ككل ان انا انتج باسم حد تاني ببراند نيم تاني يعني. اشترك الان واحصل على 50% خصم مدى الحياه على اشتراكات بريميوم السنويه والشهريه، استخدم الكود على watchit.com.